ممكن نقدر في بدايه الوضع الصعب الاولاني نقدر نسجل هدف ثاني باذن الله تعالى. كابتن فاروق، يعني الضغط الهجومي السنغالي ما اقتربش الشناوي، لكن تشعر بالخطر. طب هل ممكن الخطر يزيد؟ هو ممكن يزيد ويدينا فرصه ان احنا ممكن نجيب هدف ثاني. نعم، يعني هو دلوقتي بقى يروح بست سبع لعيبه علينا وتحت علينا، بس هم دافعين مساحات والاطراف بتاعتهم بتروح على بتروح لقدام. انت عندك فرصه من عمرو السوليه، مني فتحي يقدروا يلعبوا الكوره لمحمد صلاح ومصطفى. خلينا نروح من جديد الى زملائنا الافاضل، كابتننا الكبير كابتن مدحت شلبي عبر القناه الصوتيه الاولى عبر اون تايم سبورتس، ومعاه على القناه الصوتيه الثانيه بلال علام في اون تايم 2 اول ما يتكشف، ومعاه القناه الصوتيه الثانيه محمد الكاوي. يلا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لنجمنا الكبير الكابتن احمد شوبير ولضيوفي الكبار. سيداتي يا نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مره ثانيه من استاد القاهره واللقاء الهام والمحوري. كراسي امام الكره بيدور مرموش بيعمل يرجع مره ثانيه للتريزيجيه ورا السولاي. ماشي حلو قوي حلو قوي حلو قوي. يلا مفيش ضربة حرة مباشرة من ناحية اليمين، وكالعادة المرة دي مرموش وصلاح، وادي عبد الله علي حلو اطلع اطلع وهي 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 نهار ابيض يا نهار ابيض اتلعبت سلو موشن، مع ان كان ممكن جدا تترزع جوه الجول. يا عالكورة دي يا تريزيجيه، يا عالكورة دي كليني كوليبالي للمعلم رامفلس ميندي، ترجع لكوليبالي مرة ثانية حطها لبابي أبو رامفلس ميندي، بابي أبو يرجع كده. مرموش بقى هو راس الحربة قدامنا اهو، ادي مرموش في وسط الملعب اهو قدامنا بدلا من مصطفى محمد. هو سريع ونشيط بس مش هدف قوي، فلازم الكورة تتعب له على الأرض نسبيا يعني. بونا سعد وانطلاقه، يا ساتر على الفاولات يا جماعه، يا ساتر على وانذار كمان، وانذار لتريزيجيه. شكرا جزيلا.